تخصيصات الاستحقاق الانتخابي وتعاقداته وموعد إجرائه والدائرة الانتخابية والنظام البيومتري وغيرها من المحاور بدت أبرز التحديات للانتخابات المبكرة. الحكومة طبعا وفرت هذا الأمر من خلال قانون الاقتراض اللي قدم إلى مجلس النواب وتم التصويت عليه لتوفير المال لمفوض الانتخابات، والمفوضية بدأت تستلم الأموال تدريجيا وبشكل يعني حسب طلبها في الحقيقة، وأجرت عدة تعاقدات على هذا الأساس، وهي الآن بدأت تتحرك بشكل جيد في هذا الاتجاه. قانون الانتخابات النافذ وضع الأمور في نصابها، وقد يكون الحدث الأبرز بعد عام 2004، خصوصا مع مضي المفوضية في تهيئة الإجراءات اللوجستية واعتماد الأمر على البطاقة البيومترية بوجود سعي أممي لإنجاح العملية الانتخابية برمتها. نظام البيومتري في القانون تم النص عليه أنه لا تجري انتخابات التصويت الخاص سواء للعسكريين والأجهزة الأمنية وكذلك الأخوة النازحين والعراقي الخارج إلا وفق البيومتري، وهذا إجراء صحيح نحن طالبنا فيه كثيرا لكن لم يشرع في القوانين السابقة. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار التجارب الانتخابية السابقة، فقد تكون المكتسبات التي تحصل عليها المرأة في هذا القانون هي الأهم، كون الحاصلة على أعلى الأصوات هي الفائزة بغض النظر عن القائمة المشاركة بها. وكلما ارتفعت نسب التسجيل البيومتري وتحديث بطاقات المشاركة، وصلت العملية الانتخابية إلى دقة أكبر من حيث النتائج وحفظ بيانات الناخب، فضلا عن حماية أصوات المشاركين من التزوير. من بغداد سجى جاسم، العراقية الإخبارية.